مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واولى فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده، واللي هنستضيف فيها قيمه صحفيه واعلاميه كبيره جدا جدا، هو استاذ عصام شلتوت المدير تحرير التنفيذي في اليوم السابع الناقد الرياضي الكبير. استاذ عصام منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك عمير، انت اللي منور ومشرف وحاجه كده، بسعد دايما بحضرتك تكون معانا. ربنا يخليك، متشكر جدا. طبعا في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه النهارده في العديد من الملفات يعني على الساحه الرياضيه المصريه، لكن خلينا نبتدي بالاهلي والتعادل الايجابي بالامس امام فريق شبيبة الثوره في تاني جولات دور المجموعات بطوله دوري ابطال افريقيا ودور 16 بالتحديد. تقييمك للمباراه ورؤيتك لهذه النتيجه؟ شوف، لازال سارتي يبحث، يعني عارف فكره البحث عن الذات، يعني لازال سارتي يبحث عن تكوينه يقدر يبقى جاهز بيها وفورمه، انه ده الفريق اللي دايما بيتقال مع الكبار اللي هو من 11 ل 20 حاجه و20، قريبين جدا من بعض في المستوى. الخطوط ايضا متكامله، يعني مدافعين مش كانه مدافع، لا مدافع وسط، يعني مدافع اللي هو سيرد باك او ظهير ثالث، يعني يبقى دي شغلته الاصليه، مش معاها كمان وظيفه او جوكر او لاعب يجيد اللعبه في اكثر من مكان. اجاده اللعبه في اكثر من مكان دي هيبان كل فوائدها على النادي الاهلي او على فريق كره بالنادي الاهلي لما يكتمل عقد مراكز الفريق، يعني لما يبقى في ربيعه وسعد كويس، وطبعا ياسر ابراهيم بعد انضمامه، وبالتالي ستجد زهراء الوسط دول او السرد باكات بالمعنى الكروي موجودين، اللي بيعرف بقى يبقى بيضم شمال بيضم يمين بيتقدم لقدام في نص الملعب، هيبان بقى ايه يعني خيرات اضافيه كرويا يعني. لكن لازال الرجل يتعامل مع الماده اللي في ايديه. انت بتقدر تبقى في التلفزيون بس بتعرف تطلع في الراديو، كمان ممكن تكتب مقال، وبالتالي هو يتعامل مع المعطيات الموجودة وبيحاول يحسن أفضل شيء عند كل لاعب كأنه في مركزه. تمام. عشان كده الأهلي يبدأ مباريات كثيرة جدا، مباريات كثيرة يمكن 99% منها بدون خط هجوم، اللي اسمهم خط هجوم خاصة رؤوس الحربة، مروان محسن ثم إصابة، نتمنى طبعا لمهاجم الأهلي ومصر الدولي التعافي، وبالتالي حاجة ورا حاجة عاملة الحالة دي. نص الملعب لما يزيد مثلا في مركزين، ما يزيدش في الثلاث أربع خمس مراكز اللي هو عايزهم، مفيش اختيارات يعني، وبالتالي أهل اليسار يخليهم ربما في قلب الملعب أو على الدايرة، أهل الدايرة يخليهم على اليمين أو على اليسار، وبالتالي كل دي مش معوقات، لكن كل دي تعني أن الأهلي في الطريق لبناء فريق. الجمهور بس الأحمر عاكف على فكرة واحدة، هو الدوري راح ولا لسه؟ هو الدوري جاي ولا مش جاي؟ دي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها برضه. ده اللي بقوله حضرتك، أنت لازم تبقى كجمهور عندك يقين وتلعب دور السبورت الحقيقي فيما يتم مناشدتك من أجله، أهو باللغة العربية الفصحى، يعني بيتقال، وإذا كنت تثق وأعتقد أن الناس بتثق بعد هذه يعني الصفقات، واللي كان أكيد الشغل شغال عليه، يمكن أنا قلت معاك أنه هناك يعني صندوق مغلق في الأهلي لا يفتح عنوة ولا يفتح بناء على رغبة حتى جماهيره العظيمة أو كمان عائلة الأهلي، وبالتالي أعتقد أنه لابد أن يتحول يقين جماهير الأهلي أن الأهم الآن هو أن يستعيد الفريق كامل نجومه في كل المراكز، يعني كل الوظائف يبقى فيه موجود فيها الأفضل، هم موجودين لكن يعودوا. هنعتبر أنه لما بنقول وظائف هنقول أنهم أجازات في كرة القدم، إصابات، وأيضا هناك ما يمكن أن يكون سمت تحديث، مش هقول بقى تغيير، تحديث في أدوات الطب والعلاج ومن ثم حالة الاستشفاء، ودي مهمة جدا، ويمكن الأهلي في الطريق لإعادة صياغة الملعب نفسه، استاد التتش وغرف الملابس وشيء من هذا القبيل، لكن استخدام الأجهزة الطبية ده اللي بقوله لحضرتك، أعتقد أن ده حتى لم يفصح عنه، لكن باقترابنا من موقع الحدث شايفين هذا الحراك يعني، واللي كان مرغوب انه كعادة المجلس الحالي منذ ان جاء لا يعلن الا عند بدء او قص فعلا الشريط فعلا، وبالتالي اعتقد ان كل الادوات دي جنبا الى جنب، مش اعتقد بقى ده اكيد،
كل هذه المهمات التي توضع، يعني كل ما بتغلف انت مهمة وتحطها والتانية وجنب بعض جنب بعض بتشكلك في الآخر كل ما يمكن أن يكون في يقين الإدارة مفرح للجماهير. والآن أنت تتحدث عن الجماهير باعتبارها هي الملهم، هي المساند، هي الداعم، هي كل ما يمكن أن يكون للحياة الحمراء. عشان كده هم كمان مطلوب منهم ما يدفعوش دفع نجومهم الموجودين حاليا إلى أن يعود فريق كامل من الأجازات أو الإصابات، يعني ما يدفعوش بيهم إلى الطريقين، طريق استعادة القمة وطريق وجود الفريق وكل عناصره تؤدي 100%. طيب حضرتك طبعا اتكلمت في العديد من الامور المهمه جدا بتحيط بكل ما يخص فريق الاول لكره القدم، لكن خلينا ناخدها واحده واحده. واحنا اتكلمنا عن مباراه الامس طبعا امام فريق شبيبه الثوره، لكن من وجهه نظر حضرتك هل التعادل مرضي بالنسبه للنادي الاهلي في ظل الظروف اللي بيمر بيها زي ما حضرتك ذكرتها، وكمان في ظل الظروف ونتيجه المباراه الاولى بالنسبه لفريق شبيبه الثوره امام سيمبا التنزاني واللي خسر فيها 3-0، فبالتالي كان عنده حافز ودافع اكبر للفوز في مباراه الامس باي طريقه من الطرق، فبالتالي ده خلينا نقول ان النتيجه مرضيه بالنسبه للنادي الاهلي. مؤكد، سيبك قبل ما نروح مرضيه من عدمه، الاهلي لا يقنع الا بالفوز، ده طبيعي، وده حق جماهيره وادارته وحتى لاعبيه. لاعبو الاهلي ضمن منظومه يعني في كل بلاد العالم الاول، ده بتلاقيه دايما هو خارج حتى متعادل، لو حتى في الديربي في الكلاسيكو ما بيكونش عنده حاله السعاده اللهم الا بانه ادى ما عليه، بانه قد يكون جنرال حظ او توفيق ما كانش موجود بالزبط في هذه الليله او تلك. انما في الاخر انت بقبل فريق في ملعبه صعب جدا جدا فعلا. كل الشواهد قالت كده، فريق صنع للجنوب الجزائري، وما ادراك ما الجنوب، الجنوب في كل العالم يعني فعلا. الحماس والحميه فعلا. يعني الصعيد حتى في ايطاليا سيشيليا او صقليه بالمعنى الدارج هي الجنوب في ايطاليا، كل جنوب له كده طبيعته الخاصه. بعد ما كان جمهور يعني هذه المنطقة منطقة بشار موجود ومقسم على أندية كثيرة جدا هي الكبار طبعا في الدوري الجزائري، أصبح لديه فريق هو يدفع دفع لهذا الفريق أن يقدم على ملعبه الذي لم يفز عليه حتى يعني الكبار المولوديا وغيره وجيتيزي أوزو، كل الفرق الكبيرة تتلعثم أمام فعلاً. قوة هذا الفريق في ملعب بشار، ولكن يبقى أن الأهلي قادم لهذه المساحة عبر تاريخ وحاضر فعلا. إنما في شوية اجتهاد لتعديل المستقبل الأحمر، ومن ثم إذا سألت أي مواطن كده في عينها شوية يقولك طبعا مش مرضي، طبعا ما ينفعش الأهلي يتعادل مع فريق قادم للبطولة في مرته الأولى، فائز بالدوري الجزائري لمرته الأولى أيضا، لكن ينسوا أن هناك ما يمكن أن يكون أولا العوائق اللي قلنا عليها، ثانيا هذه الحمية يعني الغريبة جدا جدا، بالإضافة أنا ضد حكاية الملعب والجو وضغط الأكسجين لأن احنا قلنا أنها في كتاب الكرة موجودة يعني، لكن هم برضو يعني كرويا ما عرفش اتحسبت إزاي، الجانب طبعا المستضيف سبق في العاصمة ثم إلى الملعب النجيل الصناعي، هو مش ملعب ترتان قديم يعني، هو ملعب ترتان النجيل الحديث حديث يعني اللي هو خلط بين هذا وذاك، ولكنه في الآخر مش نفس دروبات الكورة أو زي ما بيقولوا في البلياردو مش نفس إفيهات الكورة يعني، ومش مسألة إنه ده معناه أن يكون الأهلي الشوط الأول غير مقنع لجماهيره ولكل المحللين، غير مقنع لكن هي أشياء زي ما تقول كده لما تطلع شبورة أو عاصفة ترابية يعني، فبتبدأ تبقى فيه حالة بسرعة جدا لازم تتلافاها، إذا كنت من قائد السيارات المارة بتشغل الفلاشر بتشغل المساحات، هذا ما أنتجه الأهلي في الشوط الثاني. لكن غياب قناص اللي هو مهاجم صريح، غياب الكثير، عودة أجاييه وهو يعني من اللاعبين الحقيقة الذين يجب أن يكون حاضر دايما الشكر ليه، ليه؟ لانه ما بيقلقش بعد اصابه طويله زي اللي عاد اهميته اول ما شفته في الملعب امبارح، مش بس اهميته، حسيت كمان باحترافيه تشبه كده حركه فعلا. انتقال الشحات اللي هي ايه، انت محترف نعم ولكنك محب ايضا يعني، وهذه فعلا. فوارق الحقيقه لما بيبقى لعيب مرتبط ارتباط وثيق بالشعار او بالعلم، لا بيعطي اكثر حتى مع المنتخبات كل وبلاده يعني، وبتلاقي دي بتعمل افضليه فعلا. امبارح كان متحمس بزيادة، قد يكون البعض عندما تم الدفع به لملعب المباراة
شاف انه ممكن اجاييه ما يكونش ملتحم وفاعل كما يحدث على الاقل في مباراته الرسميه الاولى وملعب في نجيل كذا وماذا. لكن الحقيقه عوده حميد يؤكد انه لاعب مؤثر جدا. حط صالح جمعه كمان اللوسطى ناصر ماهر اللي بعتقد ان لاسارتي ما دفعش بيه من بدايه المباراه لانه ارى الحكايه مش ارى الخطط بتاعه المنافس، ارى الحكايه يعني السيناريو. السيناريو بتاع الفريق المنافس اللي هو ايه حماس دف دف دف، وبالتالي هو ارى الحكايه. انت مش محتاج لاعب بمهارة وموهبة اللوسطى ناصر ماهر، انت محتاج تسيطر على الرجالة اللي هتنزل دول ايه يعني بيجروا الجارية جريتين، ومن ثم اخر شوية. هي وجهات نظر في الاخر، لكن الاقدر على تقييمها مين؟ بتبقى الادارة الفنية للفريق طبعا. وبالتالي اعتقد انه هذا العود امبارح بين قد ايه الصناعيه هيبقوا مطلوبين، بين قد ايه ان انتظار جماهير الاهلي مش هيروح يعني كده سدى يعني، لكنه الامال عماله بتزيد مع عود قريب لبعض الغائبين من جهه. واعتقد كمان ان ضبط الايقاع في الجزء الخلفي في خط الظهر تحديدا هو اللي هيرجع كل الضوابط لمكانها. كمان غياب مؤثر لحسام عاشور الحقيقه طبعا، أكيد خبرات حسام عاشور حتى لو عوضها اجتهاد السوليه ونضجه وحاجات كتيره جدا، لكن في الاخر هناك رصيد من الخبرات. امبارح كريم ندفد علشان يلم نفسه كخبره لا خد وقت كبير لغايه لما بدا يتزن، وده اللي يعني ان الجهاز من بره كان عمال يقول له ما يهمكش في كل المحاولات فعلا، وزمايله بيدفعوا بيه انه انت يعني بيقولوها في الكره ايه العب لعبك صح. وبالتالي نشط بعد هدف الثوره، ومن ثم اعتقد زي ما بقول لحضرتك انه الاهلي مقبل على انتهاء مرحله تغيير الجلد، انتهاء مرحله ضخ دماء جديده. هيحصل ضبط، شوف النهارده محمد هاني، واعتقد انه المدير الفني لاسارتي هو ده اللي بيدار عليه. شوف محمد هاني حينما بدا يلعب مباراه والثانيه كبديل للكبير قوي احمد فتحي طبعا. بدا يستوي، فهيبقى عندك احمد فتحي ومحمد هاني. تخيل انت قد ايه ارصدتك بتزيد، لانه عند الكبار دايما يا امير مفيش دكه بدلاء، في رصيد في بنك الاحتياط صح. تقدر تجيبه في اي وقت. الجنيه في رصيد بنك الاحتياط مش ب60 قرش، هو بجنيه زي اللي في جيبك او اللي هو نقول الجيب يعني الملعب يعني. القلق يجب الا يكون يعني هو شعار الاهلويه في المرحله دي. دي النقطه بقى اللي انا عايز اتكلم حضرتك فيها، وهل انت شايف ان في تسرع شويه من جمهور الاهلي؟ في تسرع شويه من جمهور الاهلي للحكم على المدير الفني والفريق في ظل الظروف كمان اللي بيمر بيها النادي الاهلي، سواء انتداب لاعبين جدد، عوده بعض المصابين، عدم اكتمال صفوف الفريق، وبعض الكلام الكتير اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي كلها حاجات تاثر على اي فريق في العالم بس مش النادي لكنه الاهلي. قلق، هل في سرعه شويه؟ لكنه قلق مشروع طبيعي جدا، قد يكون لان جمهور الاهلي متعود ان دايما الاهلي بيكسب. قد يكون قلق متسرع لكنه قلق مشروع. هل القلق ده ممكن يضر بالفريق؟ ده اللي انا عايز اساله. ان زاد عن حده بس، بمعنى طبعاً. انه حتى الان هو قلق متسرع لكنه مشروع طبعاً. لن تتحمل جماهير الاهلي هذه الضغوط في حكايه الترتيب في الجدول، مالوش دعوه هو يا رب الفرقه ناقصه 30 لاعب طبعا اكيد تفرقش معاهم، لان هم اتربوا على فكره الاهلي بمن حضر، ومن ثم مش شايفين اكتر من مساحه الرؤيه بتاعه الجمهور بتاعه المواطن في الجمهوريه الحمراء. حتى لو انت حسبتها هتلاقي ايضا عائله الاهلي، التركيبه اللي يعني عادت بالاهلي لايام خوالي مع الانتخابات الماضيه هي ايضا يتملك البعض منها قلق، لازم تحط جنبه بين خطين كده انه قلق مشروع تمام. لدرجه ان هم امبارح الناس المواطن العادي بلاش المحللين شايفين ان الشناوي القلق بدا ياثر عليه، محمد الشناوي فبعد لعبه مثلا يتخيل انه اخطا، وقد يكون اخطا بالفعل، الثانيه يتلعثم وكانه يبدا يعني مرحله جديده او يلعب للفريق الاول من اول مره وينسى انه دولي وانه لديه الكثير من الطاقات. هو ده اللي لازم تنبه جمهوركم دايما ليه، الا وهو انه هذا هو
قد يكون ثمن باهظ لتسرع القلق او القلق المتسارع. تمام. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، خلينا نروح نشوف في تقرير سريع عن ارائهم في ما بعد مباراه الامس ما بين الاهلي وشبيبه الثوره، واللي انتهت بالتعادل الايجابي في دوري ابطال افريقيا وبتحديد الجوله الثانيه من دور المجموعات. نروح نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. امبارح كان الاداء كان فيه اتزان في الملعب، طبعا ما كانش عندنا مهاجم، وده خلينا نبدا بدانا الشوط الاول شويه متحفظين. تمام. مع نزول ناصر ماهر والتغييرات بتاعه جون رجايه، طبعا كان راجع من اصابه مش هينفع يلعب ماتش كامل، حصل ان الاهلي اختلف اداؤه كتير جدا امبارح، وده واضح في اخر ثلث ساعه من الملعب في المباراه. احنا جبنا جون وكنا هنقدر نجيب الثاني. تمام. الحاجه الوحيده بس اللي كانت امبارح ما زالت هي الاكبر مشكله عند الاهلي، اللي انا خايفه من الاصابات، وده اللي حصل في اصابه وليد سليمان الحمد لله يعني. بس واحده واحده ان شاء الله الاهلي هيرجع. والله احنا متعودين دايما ان الاهلي بره ملعبه جوه ملعبه الاهلي كبير ويقدر يرجع، ودايما في البطولات الافريقيه في السنين اللي فاتت كنا بنرجع مغلوبين والاهلي بيحقق الفوز هنا، وبنتمنى طبعا يتوج بالبطوله دي، لان كم مره نوصل لقبل النهائي وما يحصلش نصيب. فاللعيبه ان شاء الله قادره، والاهلي هيفضل كبير. الاهلي مصر، الاهلي كل المصريين، هو اللي بيفرح الناس كلها. الاهلي برضو يعني عمل مجهود برضو يعني، ويشكر عليه برضو. بس انا برضو برجع نفس النقطه بكرر، النادي الاهلي بيقدم احسن من كده يعني، ماتشاته كبيره دايما يعني، وعلمنا دايما بنشوف الاهلي مدرسه يعني. اقول لك ايه، شمال افريقيا كلها يعني بيعمل ماتشات جامده جدا، عمل في ماتشات في تونس لو تفتكر، ماتشات يعني جامده في ليبيا، في المغرب، بيعمل ماتشات جامده يعني. والله هو الاداء كان نوعا ما متحسن عن الموسم اللي فات، ولكن انا شايف منتظر اكتر من النادي الاهلي. هي دي اللي احنا بنقول عليها روح الفانيلا الحمراء، وظهرت امبارح وخصوصا من ابناء النادي الاهلي زي هاني محمد، زي محمد هاني قصدي، زي اللي جاب الهدف نيدفيد، كريم نيدفيد. كان في اصرار، كان في اصرار خصوصا في الشوط الثاني بعد ما نزل جونيور اجاي، اتحول الحال بتاعنا اكتر، مسكنا كره في النص، ابتدينا نعمل هجمات عليهم، ابتدى الفريق الثاني يكش مننا يعني. كنا كويسين جدا الحمد لله برضو على النتيجه، بس كنا نطمع في الفوز. بس معلش في ظل الاصابات والظروف اللي بيمر بها الفريق مقبول لحد ما نقطه التعادل يعني. طيب يعني اكيد كلام مهم جدا من قبل جماهير النادي الاهلي وارائهم بعد مباراه الامس والتعادل الايجابي ما بين الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. لكن في نفس السياق خليني اقول لكم خبر مهم جدا، والفرقتين اللي معانا في المجموعه اللي بيلعبوا في هذه اللحظات والمباراه في وقتها الضايع، النتيجه 5-0 لفيتا كلوب الكونغولي. طبعا المباراه بتقام في الكونغو طبعا على ارض فيتا كلوب، وسيمبا التنزاني خسران 5-0، نتيجة كبيرة جدا يا أستاذ عصام أعتقد، وبتدل على مدى قوة فريق فيتا كلوب. النادي الأهلي قدر إنه يفوز عليه هنا في القاهرة بنتيجة 2-0. ما هو ده اللي أنا بقوله لك، ويمكن أنا كنت بسجل وأنت بتكلم جمهورك بعض آراء جمهور الأهلاوي. الأداء يتحسن ولكن ننتظر المزيد، هو ده جمهور الأهلي مهما قلت له. خدنا الدوري يقول لك طب والكاس، طب خدنا الدوري والكاس يقول لك طب وافريقيا حقهم، طب وكاس الان. تربوا على هذا فعلا. واحد كمان لما بيقول الفريق يتحسن بس عشان دي روح الفانيلا الحمراء، يعني هو عنده اسباب كثيره جدا يطمع ويطمح صح. ان الاهلي قادم بسببها الفنيات، الكباره، الامكانيات، الملاءه، الفكر الذي يدير، وايضا ان هناك حاجه خاصه بيه كده هو مسميها ايه، روح الفانيلا الحمراء. عندك كمان فكرة ان انت بتطمع في الفوز، تعادلنا رغم الظروف، الراجل قال كده، لكن كنا نطمع في الفوز، اللي هو ايه، هو شايف انه ده طبيعي جدا زي ما انت قلت. وبالتالي انت النهاردة وانت بتقول اهو دلوقتي انه فيتا كلوب متقدم بخمس اهداف دلوقتي بقى ضايع خلاص يعني، او شكت على الانتهاء حسب تقديري. وده يبين انه لا برضو للاهلي شكل اخر بيعود
مش بالنسبه للجمهور عايزها، لان مفيش في الكره كده، مفيش على طول حاجه يعني ترجع بالقوه على طول يعني. لا كمان تدريجي اكيد. ايوه وانت خاصه وانت تبني مفيش مبنى بيطلع كده، ده انت بتحط الطوب لازم ينشف تطلع الدور الاول وتبني عليه الباقي. هي بتحصل كل سنوات، انما جمهور الاهلي كان ممكن نشاركه كقريبين من بواطن الامور في فرع كره القدم عموما مش بس النادي الاهلي، كنا نشارك الناس لو دي مرحله بقالها موسمين ثلاثه. لكن ان تكون يا مرحله مجبر اخاك لا بطل، تسلمت وانت تتسلم، كانت الاعمار بدات تروح مناحي اخرى، احتجت لتغييرات شامله، اسعار فجاه التهبت حولك، كنت تبحث عما وصلت اليه، الان تسمع عن نجوم بقيادة طبعا حسين الشحات وغيره، لكن ملمح حسين الشحات لأنه اعترف بنفسه غير مرة أنه إلى جانب الاحتراف وما يمكن أن يكون دخله، وهذا حق كل لاعب كرة قدم، لكنه قال كمان أنا أكثر ارتباط بالأهلي. في كلام مع النجوم حتى محترفين عرب يعني، عندما تم الحديث معهم عبر وكلاء قالوا طب يا ريت لو في الأهلي يعني، بمعنى أنه الحالة تكتمل، الحالة الحمراء تكتمل. طيب يعني خليني أقول لكم ترتيب المجموعة كده يعني بعد نتيجة فريق فيتا كلوب واللي فايز حتى هذه اللحظة 5-0، ومباراة يعني أعتقد في الدقيقة الثالثة أو الرابعة من الوقت الضايع يعني خلاص بتخلص. النادي الأهلي كده بتصدر هذه المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وفيتا كلوب بيحتل المركز الثاني بعد فوزه النهاردة على فريق سيمبا التنزاني اللي أصلا عنده 3 نقاط بعد ما قدر ان يفوز في الجوله الاولى على فريق شبيبه الثوره الجزائري، فبالتالي فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف والمواجهات المباشره كمان مع سيمبا التنزاني اللي في المركز الثالث برصيد ايضا 3 نقاط، والمركز الاخير فريق شبيبه الثوره الجزائري. اعتقد المجموعه صعبه على فكره، مجموعه صعبه استاذ عصام. طبعا اللي هيروح للفرقه دي ملعبها هيبقى في موقف صعب يعني. بتشبهنا كده بالمحله زمان والمنصوره طيب. وايام كان اللي بيروح كده الاماكن دي ايام كمان عاشتها اسوان في جنوب المنيا الحقيقه يعني، وفريق بني سويف. لا في فرق كده لديها في ملاعبها في بلدانها كمان، مش بس الاستاد يعني بتاعه، لا لديها حاله ثانيه يعني. المطلوب من جمهور النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، واحنا كنا بنتكلم عن الجماهير وسمعنا كمان ارائهم من خلال التقرير السابق، من وجهه نظر حضرتك ايه اللي مطلوب من قبل جمهور النادي الاهلي خلال المرحله الهامه جدا المقبله بالنسبه للفريق اللي بينافس في بطولتين في وقت واحد، بطوله مضغوطه اللي هي بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان بطوله الدوري العام المصري، واللي الاهلي محتاج انه يفوز بشكل كبير جدا عشان يعود للمنافسه. هو مش هنقدر نقول لجمهور الاهلي احنا بنقول لك علشان الاهلي مشارك في بطوله واثنين وثلاثه، لكن احنا بنقول له ان هذا هو الاهلي، انت بتتميز دايما بثقتك في فريقك، السربعه والتسرع دي كانت تنفع مع جيل بعد يعني، انت ممكن الفرقه بعد ما تضبط ادوات المراكز مش النجوم ولا المواهب بالزبط. فاصبح الان لدى الاهلي فريقين يتسارعوا على اللي يبدا اي مباراه، شريطه طبعا اكتمال الشفاء والاستشفاء، وقتها بقى انت تتسرع يبقى من حقك اذا ما كان الاداء غير مطمن، اذا ما كانت النتائج على غير ما تتوقع، لكن الان انت شاركت في صناعه البرنامج الجديد للاهلي وهو عائله الاهلي، وشفنا وبعدها تاني شفنا قد ايه جمهور الاهلي كان على بوابات النادي وفرض جمله عبقريه وقتها، انا شريكك بيقول له عضو الجمعيه صح، اختر معي واختر معك، وبالتالي مارس بقى دورك مش بس كمحب ومشجع، كعنصر فاعل في عائلة الأهلي، عنصر أساسي، مزيد من التشجيع، مزيد من القناعة لأنها بتنقل للاعبين على فكرة، والجمهور منه القدامى يعني عارفين ده، وميزة الجمهور في مصر وفي بلدان كثيرة طبعا، لكن احنا عشان الحرارة زي أمريكا اللاتينية كده، حرارة الحب والوفاء، دايما الجمهور بيعلم بعض يعني، تلاقي كده في واحد كبير وشبان يقولوا له يا عم امير عاجبك كده، يقول لهم اسمعوا بس يا شباب الاهلي كذا، او لو الزمالك يقول لهم اسمعوا يا شباب الزمالك صح، لا ما احنا ياما شفنا ايام مش عارف ايه، وبالتالي خدوا هذه العادات واسالوا اهل التشجيع يعني، وهيقول لك انه دي فترات اكثر ما يمكن ان يطلق عليها هي فترات عابره، تقلق لو ان العقد، وانا بقولها تاني، في المراكز مش في المواهب ولا في الاستقدامات والاستقطابات ولا عقود جديده لنجوم، لا في
الوجود في مركزه مش كأنه يعني طيب. هنا لو تسرعت محدش يقدر يقول لك حاجة، لو خدت على خاطرك محدش يقدر يقول لك حاجة. لكن وتندسي في التحكيم ده منطق بقاله 5 سنين للحكام اللي هو انتظر وشاهد صح وخد القرار. طيب من وجهة نظر حضرتك، هل الفترة الصغيرة جدا اللي هتتلعب فيها بطولة دوري أبطال أفريقيا يزيد من صعوبة هذه البطولة؟ يعني السنوات اللي فاتت البطولة كانت بتاخد وقت أكبر من كده، السنة دي البطولة مضغوطة شوية، هتخلص في آخر 5 أو أول 6 بالتحديد، هل ده يزيد من صعوبة البطولة؟ الكل لا يمكن أنه الكبار يبقى لديهم شكاوى خاصة. يعني بص، الأهلي لأسباب يعني عارف ايه اسمها الاصابات، يعني ما تقدرش تقول انها اسباب فنيه فعلا. ولا هروب من المسؤوليه ولا عدم تقدير للحظه ولا سوء اختيار للنجوم، هي اصابات. قد يكون هناك حاجه للتحديث، وانا بقولها تاني، في ما هو العلاج والطب والدواء والبدني، وانه الاهلي ما اعلمه وحضرتك عارف انه هناك تجديد وهيبقى فيه يعني مستشفى، لا تحديث غير عادي يعني يستحقه الاهلي، بدءا من ارضيه الملعب مرورا بكل الادوات حول استاد التتش العظيم. وبالتالي اعتقد انه ده قادم لا محاله، وانه كمان ما عادش فيها يعني ما يمكن ان يكون مخاوف. البطوله على الكل، وإن كان طبعا ضغطها يؤثر بس على الكل، هي بس جاية مع الأهلي في مرحلة زي ما قلنا التطوير وتجديد الدماء، عشان كده هنا النسب بقى قد يتأثر أكثر من الفريق المستقر. الأهلي المستقر ما كان أصلا ليذهب صوب فكرة هل تؤثر، يعني حتى فكرة السؤال، فكرة وضع هل في البداية، لكن الآن طبعا لابد أنها تتحط هل يؤثر، لكن الإجابة لن يتأثر الأهلي، لأنه مزيد من الأيام مزيد من الوقت يساوي عود حميد لمصابين كثر ومن هم تحت الاستشفاء، وصفقة كمان جديدة احتمال بنسبة كبيرة. يعني يلا فرح جمهورك، بنحب نحاول نقول طبعا يعني حاجات جديدة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. لكن بما أننا بنتكلم على ملف الإصابات يا أستاذ عصام، هل عودة المصابين خلال الفترة اللي جاية هيكون إضافة قوية وهيدي أريحية بشكل أو بآخر بالنسبة للجهاز الفني لاختيار العناصر المناسبة بالنسبة له في التشكيل، وأنت عندك لعيبة كلهم مميزين من اللي متواجدين دلوقتي في قائمة الإصابات؟ يعني هي دي مش محتاجة يعني إن احنا نحللها، لأن هي محللة نفسها. عودة المصابين تعني، وأنا مصر، عودة المراكز، لأنه الكل تم اختياره بعناية، وكمان كل اللاعبين اللي الجهاز الجديد شافهم وشاف ان هم تحت الطلب ان هم يستطيعوا تمثيل الاهلي، لكن في ما هو خطط طموحه تكتيك طريقه الراجل هيتعامل بيها مش هيقدر يعني، وفيهم حقوقهم في المشاركه، عشان كده بدا يسمح طبعا. وانت كمراقب وتعمل في قناه النادي الاهلي شايف بدا يسمح بفكره الاعاره فعلا. ليه؟ لأنه هو شايف أنه أمير اللي جاي، وبالتالي مش هقعده جنبي بس علشان يطلع مسجل، أنا عايزه يتعلم اللايف صح. أنا عايزه ما يهبش اللايف، أنا عايزه يطلع على طول يقولوا له أمير 3-2-1 أونلاين يلا بينا. وبالتالي لا طبعا في أوقات وأنا بعتبرها قصيرة جدا هتعدي، فتعود الفرقة الحمراء لكامل عهدها وتفوز بكامل ثقة الجماهير. الراجل كمان واضح أنه هو مدير فني زي ما قلت لك مره لو انت فاكر، لا من كوكب ينفع معانا، من شريحه صح. معلومه، لديه اسم، لديه طموح في تجربه افريقيه، هو كمان من بنات الدول التي تلعب بالروح، يعني مزيد من الضغط، مزيد من الهجوم، زي ما شفنا مع المكسيكي أجيري كده، وبدء تطويره في منتخب مصر نحو كرة هجومية، اعترافا منه بأنه معاه فريق أكبر، دي بتزيد بقى مساحة ثقة المدير الفني، اعترافا مني أن ده النادي الأهلي مش أي فريق آخر، لا أنا بتعامل بكبارة هذا النادي وإمكانياته، ومن ثم أعتقد أنه ببساطة شديدة تقدر تقول لجمهور الأهلي القادم أفضل يعني لا محالة، عارف ما فيهاش تفسيرين يعني. طب من خلال رؤية حضرتك كده، الأسباب اللي أدت للعدد والكم الهائل من الإصابات في صفوف النادي الأهلي، هل هي أسباب متعلقة ببداية فترة الإعداد ممكن ما تكونش مناسبة أو بالشكل المناسب والأنسب لفريق كبير بحجم النادي الأهلي، أو هو سوء حظ بيصادف الفريق خلال الفترة دي؟ لا شوف، قد يكون سوء الحظ في العدد،
او في انه حد لسه راجع في نقاها مثلا، فكاحله كان عنده سبرين انكل زي بيقولوا او التواء في انكله او كاحله، ممكن بقى اي لويه من غير سبب دي اللي تقول عليها سوء توفيق او سوء بخت يعني. لكن في الاخر هي قدره الله يعني، بدام مش في العمل لكن علينا ان نعمل اولا. وبالتالي عجبني جمله لمستر لاساراتي لما قال ساشكك في كل الاشياء. وانا لما قعدت اشرحها لبعض اللي بيسالونا يعني يعني ايه يعني، قلت لهم لا يعني هم الترجمه بتفرض على اللغه يعني بعض الحاجات اللي محتاجه بقى ان احنا بعد ما نترجمها من لغه للغه نترجمها ايضا للعاميه يعني. يعني قال مثلا اذا كان لدي مؤهل شغلته يجري الناس 30 متر انا اشوف ال 30 متر دول صح ولا هم 35 لما تمام. يرجع للاصل. طيب قال 30 متر بسرعه ولا ببطء؟ طب قال 30 متر كم مره في اليوم؟ ومن ثم راح على طول في يوم الاول حتى للاجهزه، هل هذه هي الاجهزه التي يجب ان تكون موجوده ام هناك جديد لم يحدث ان اتى الى النادي الاهلي وربما الى مصر؟ احنا في عهود كثيره كنا بنشوف اجهزه مع الاجهزه الطبيه في النادي الاهلي، وكان مره الكابتن جوهري رحمه الله كان جايب جهاز كده خاص بيه هو، كانت الناس كلها عشان تعمل سونار حاجه كده كان هو مستخدمه معاه لانه لم يكن حتى وصل للمحروسه العظيمه دي يعني في احدى جولاته في اوروبا جابه. الاهلي بقى هو صياد الحاجات دي، الاهلي هو من يبدا دائما الخطوه الاولى في اي نقله نوعيه، ومن ثم الراجل هنا هيعمل الحالة اللي بقولك عليها دي. عشان كده كمان كان واضح لما قال أو حتى عبر مساعدينه أنه المخطط البدني والأحمال هو برنامج لثلاث شهور لتسعين يوم صح. يعني ما قالش أن هناك انقلاب على الموجود حاليا حتى وإن كان يحتاج تغيير، لكن ليس هو المتهم الأول أو السبب الأول، بمعنى أنه حتى شغلنا احنا البدني فريق عمله ما يبانش بعد اسبوع ولا 10 ايام حضرات. يا حضرات دي برامج تعد على مدار عمل 90 يوم ثم تظهر النتائج بالظبط. الحقيقه ده مهم جدا خاصه لما يبقى بيشتغل مع اداره ما بتتدخلش. يعني كم خاطبه الجمهور والاعلام المجلس الحالي عن ضروره تغيير الجهاز الطبي او حتى المعدين البدنيين لكنه لم يكن يتدخل، كان دايما يشوط الكرة فين؟ في ملعب صاحبها يعني يوديها للإدارة الفنية. طب رأي حضرتك إيه في الأصوات اللي بتنادي سواء بتغيير طبيب الفريق واللي في اعتقادي الشخصي يعني إن هو ملوش ذنب في الإصابات دي لأن الراجل ده بيعالج مش بيعور أو بيجيب إصابة للاعبين، وكمان في تغيير المعد البدني زي ما شفنا ليندمان تم تغييره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، رأي حضرتك إيه في الجزئية دي والكلام اللي بيتردد بالتحديد؟ ما احنا أنت يعني أنت أجزمت بشيء هو حقيقة جدا بره اعتقادك حتى واعتقادي. الطبيب يعالج أو يشخص بالظبط يعني أنا أقف فيقول لي كسر ولا شرخ عبر أدوات بقى مساعدة صح إشاعة تحليل كذا، لكن هل هناك أشياء أخرى؟ ما ده اللي بقوله لك لاسارتي قال سأشكك في كل الأدوات. الأدوات دي من ضمنها أرضية مش بس في استاد التتش في ملاعب مباريات لا تصلح يا صديقي، ده كلام حقيقي وأنا بقول تعظيم سلام للدولة المصرية لأنها أنجزت الآن شركة وطنية جديدة برأس مال وطني اسمها استادات، شغلتها أن تتحول أرضيات الملاعب قبل أجسام الاستادات. على فكرة أجسام الاستادات بتاعتنا يا دوبك شوية إزاز أنا يعني والله العظيم ما ببسطها وتبقى زي المولز كده زينا زي أي حد أمير، لكن عندنا ديفو خطير رغم أن من يعملون عليه أبطال. ليه؟ المهندس والعامل وعم حسن أو حسني أو حسنين اللي هو الجنيني العظيم ده بيخلقوا من نجيلة عادية ملعب كورة. طيب نرجع نتكلم وبالتالي كل هذه الأدوات يجب أن تكون تحت المراجعة زي ما قلت لك من نجيل الملعب من نوعية التربة اللي نجيل الملعب هيتحط فوقيها للسيستم في الجيم ثم الأدوات بقى اللي هي المعالج والخبير البدني إن صح التعبير، كل واحد نشوف مؤهله إيه شهادته إيه تشغله هنا ولا لا، أما فكرة التغيير للتغيير لن تأتي صح. بجديد. طيب ده جزء مهم جدا وملف مهم جدا هنستفيد في الحديث عنه خلال الحلقه، لكن خلينا في الاول نروح نشوف اراء الجماهير في الاصابات بشكل عام خلال الفتره دي في الدوري المصري والبطولات المصريه كلها بشكل عام مش بس في النادي الاهلي، نشوف نروح نشوف هيقولوا ايه ونرجع مره ثانيه.
الاصابات الموجوده في الدوري حاليا طبعا خطا في الاحمال واخطاء مثلا في التاهيل بعد الرجوع من الاصابات من اخصائي التاهيل الموجود طبعا وعدم الانتظام في النوم والمواعيد والتدريب والحاجات ديت واحمال زياده عن العضلات الموجوده في جسم اللعيبه فبتؤدي لاخطاء. والله سبب الاصابات بسبب ضغط المباريات وبسبب ان الاهلي لسه طالع من افريقيا مع بطوله ثانيه فهو ده السبب في اصابات اللعيبه ضغط مباريات ورا بعض مفيش راحه وفي منتخب مصر داخل على امم افريقيا والاهلي كان في كذا بطوله فهو ده سبب الاصابات. والله السبب حضرتك ملاش دعوه بالطبيب ده، الطبيب ده ممكن يرجع السبب لفتره الاصابه، يعني مثلا ممكن الطبيب يقول لفتره الاصابه هتبقى شهرين، لو كانت ثلاث شهور يبقى كده سبب الطبيب، لكن فتره الاصابات الكتير دي سببها الملعب او التاهيل، ممكن اللاعب يكون بيتاهل غلط فبينزل في ميعاد مش مناسب، دي هي سبب الاصابات، ممكن الاحمال البدنيه زائده بس مش اكتر. والله حضرتك يعني الواحد مش محتار، بس اكيد الجهاز الطبي في حاجه. مش معقولة أبدا بالطريقة دي إصابات ويخف ويرجع تاني إصابات، يعني في حاجة. طيب يعني كلام أكيد مهم من الجماهير عن الإصابات، والواضح من خلال آرائهم أن الطبيب مش هو السبب في الإصابات دايما، ممكن يكون المعد البدني، أنا مش بتكلم عن النادي بالتحديد على فكرة، بتكلم بشكل عام عن الإصابات، ممكن تكون أرضية الملاعب ودي حقيقة، وفعلا الأستاذ عصام شلتوت ضيفنا العزيز النهاردة اتكلم في الجزئية دي بالتحديد، وأرضية الملاعب عندنا في مصر بشكل عام صعبة جدا وبتؤدي الإصابات بشكل أو بآخر، مش بس إصابات عضلية لا إصابات كمان بتكون مؤثرة زي الرباط الصليبي الغضروف الكلام من ده كله بيبقى بسبب أرضية الملاعب وكلها في الآخر أقدار، لكن الأهم إن احنا نتفادى الوقوع في هذه الإصابات من خلال تطوير المنظومة الطبية، تطوير الملاعب، تطوير كل ما هو يتعلق بكرة القدم وكل ما يساعد اللاعب في تأدية واجبه ودوره ومهاراته بالشكل الجيد والمطلوب. جزئية أخرى عايز أتكلم مع حضرتك فيها يا أستاذ عصام وهي الصفقات بالنسبة للنادي الأهلي. البعض بيتكلم على إن دلوقتي أنا لسه جايب لعيب جديد المفروض أول ما يلعب أشوف المهارات بتاعته القدرات بتاعته، الراجل ده هيفرق معايا بشكل كبير، هل ده فعلا حقيقي مطلوب؟ يعني ولا بياخد وقت؟ مطلوب بنسبة. أه. لما تدخل على قلنا جسد مكتمل أو عمارة البلكونات بتاعتها موجودة والشبابيك موجودة، فلما تجيب موظف جديد عشان الأسانسير فهتلاقيه بقى لهلوبة بسرعة. إنما ما يبقاش أنت جايب لاعبين زي ما قلنا يملكوا أعلى أفضليات فعلا بين أقرانهم، لكن هناك مراكز غائبة، فتقول لي يعني مثلا ليه محمد محمود يلعب فرود النهاردة وتقول لصالح جمعة خليك جناح أيسر بينما هو جناح أيمن وتقول للوسطى ناصر أنت كنت بتلعب نمرة 9 أرجع نمرة 7 مثلا، وبالتالي هو ده بس فارق التفكير بين من يحلل بعمق وهذا المحب الأهلاوي اللي شايف انه جاب الافضل. يا سيدي حقيقي انت جبت الافضل، اسمع من حولك، راقب، ركز، اسمع اراء المحللين واهل يعني الخبره يعني بره مصر قبل جوه مصر، لكن لو اتضبط الاداء هتشعر بقى بحلو ما تريد ان تاخذه من النجوم الغوالي دول. انا عايز بس اقول لك انه الناس في التقرير بتقرب جنب الحكايه وترجع، يعني هناك حاله تعاطف بعد ما بقى في معلومات ان الدكتور خالد محمود هو ماله، وكانك لسه بتدور على هو ايه قبل ايه الدكتور بيعالج، يعني شوف بيخلوك ترجع للابجديات اللي هو الف به خلاص مش محتاجه شرح، لكن يقول لك ان الطبيب يعالج او يشخص، وبالتالي اذا الدروب ننقل بقى على الخطوه اللي بعدها. انما هو اللي لازم يتراجع، وتاني انا بقول لك حاطط 100 خط فعلا تحت كلمة لاسارتي، انه عاوز الاهلي الذي عرف عنه الكثير مش سمع، الراجل بيقول لك عرفت عنه الكثير يعني راجع وقرأ واطلع وشاهد، يعود لاعلى درجات الاحترافية، ومن ثم لا اعتقد مثلا انه محمد محمود يغيب بسبب الرباط الصليبي شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة، لكن اعتقد انه ده اوان في النادي الاهلي ان نعرف اي نجم ها عالمي عالمي بمعنى الكلمه عندما يداهمه الرباط الصليبي يعود بعد كام يوم ونقيس هنا بقى نشوف لاعبنا لعيب المصري هيرجع في نفس الزمن ولا لا. بين هذا وذاك ايه بقى؟ انه لو مش هيرجع يبقى في ادوات ناقصه نجيبها، لو مش هيرجع يبقى في طب نسافر له، لو مش هيرجع يبقى في معد نجيبه،
وبالتالي هي دي المنظومة اللي هتكمل عقد الكرة المصرية كاملة. لكن هي النزوس الأهلوية دايما كان ضمن عزها بالأهلي إن هو اللي بيبدأ، وبالتالي لو رصدنا إصابة زي ما قلنا في نجم كل الناس حبته زي محمد محمود لازم نعرف المقاييس العالمية بتقول العودة بعد صليبي وغضروف خلال قد إيه المنظومة العالمية، ونشوف هتتطبق مع نجم الأهلي الجديد ولا لا. الكلام اللي اتقال الجزء اللي كنت بعلق بيه على فضل. اللي فات يعني قبل سؤالك اتفضل. طيب الكلام اللي اتقال بالتحديد على اصابه محمد محمود بعد الكشف والاشعه وكل حاجه من قبل الطبيب الالماني اللي هيجري الجراحه لمحمد محمود اللي بنتمنى له في الحقيقه الشفاء سريعا، لاعب مهم وكان من اهم صفقات النادي الاهلي ابرامها، قال ان المده هتكون ما بين 6 ل 8 شهور علشان يرجع اللاعب للملاعب. من تاريخ طبعا اجراء الجراحه هيتبقى المده يا استاذ عصام من 6 ل 8 شهور، وان شاء الله نتمنى له الشفاء السريع. يبقى كده مسكت حاجه تقدر تكلم الناس بيها فعلا. ألا وهي أنك كده بتتكلم على مقاييس إيه دولية. يبقى لا هي بالعربي ولا بالمصري ولا بالألماني، أنت راجع للقياس على دولي. يعني ده اللي في المنظومة، ده اللي في الكتاب. إذن هنا بقى من الناس ما تقولش مين وفين وسبب، لا تقول أنه لدينا ما يمكن أن يكون جديد بالضبط. طيب بالنسبة للصفقات بقى، أنا كنت سألت حضرتك إمتى نقدر نقيم الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي. قول لي على صفقه بقى، استاذنك يعني اخد منك المايك ثانيه. اتفضل. قول لي على صفقه فيها يعني لبس بالنسبه لجماهير الكره عموما مش بس جمهور الاهلي. مفيش. لا الاهلي اختار الافضل والانسب، قد يكون ينقصه ظهير ثالث اضافي، لكن لا اعتقد انه لازم يكون محترف بقى المره دي، لانه خلاص انت كده بقى ينقصك كمان راس حربه، لكن ما دون ذلك ما اعتقدش انه في، عشان نخرج بس من حكايه كانه يعني مش عشان ما فيش خالص، في مروان وفي صلاح محسن، لكن انا بتكلم على وفي الراجل طبعا وفي عمرو جمال هيتم قيده يعني. لو تم قيد الغزال الحقيقه لا هو كان من سكان البرج العالي كراس حربه بقى، اللي هو راس حربه يعني اول ما يصحى الصبح يسلموا عليه يقولوا روح وانت راس حربه. هذا ما ينقص كباره في فريق الاهلي، مش فكره انه ما عندوش، لا انه لو هتتكلم اتكلم اما بقيد او اعاده او استعاده عمرو جمال وازارو لكامل مستواهم ووجود ظهير ثالث اضافي. ظهير ثالث اضافي غير كده الاهلي، بس عارف اللي احنا بنقوله ده معناه ايه؟ معناه ان الاهلي كده الامن الكروي مستتب فيها على مدار من 5 لـ6 مواسم على فكره الله. يعني اذا ما وضعنا في الاعتبار ايضا الذخيره بقى، مش بقى الرصيد، لا الذخيره فين؟ الذخيره في المخازن، المخازن يعني الاعاره. ده لسه اللي بيلعبوا صح. عندك تحت السد تمام. الظهير الثالث اللي حضرتك بتقول ممكن يكون موجود، ده هيبقى موجود بنسبه 90% في شهر يناير، يعني في احتماليه وفي مفاوضات متقدمه مع احد اللاعبين المهمين جدا، يعني ايام قليله، الايام القليله القادمه. انت خلاص ناقص لك كام يوم على لا ده انا عايزك تفرح جمهورك. يعني 12 يوم تقريبا على انتهاء شهر يناير، وارد بنسبه ما ان النادي الاهلي يضم لعيب مهم جدا في خط الدفاع ان شاء الله. خليني اقول لكم خبر مهم، نخرج بره سياق الحديث سريعا يا استاذ عصام، وان رجال كره السله بالنادي الاهلي قدروا ان هم يفوزوا على فريق طلائع الجيش في دوري سوبر الرجال بنتيجه 66-63. صح النتيجه يا جماعه انا بقولها كده؟ 66-63 في مباراة كانت قوية جدا، كده بيحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب هذه البطولة. المباراة المقبلة إن شاء الله هتكون أمام نادي الزمالك، هتبقى مباراة قوية جدا وهتكون في قمة الجولة الرابعة إن شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي، واللي في الحقيقة بيحققوا بطولات كتير، نتمنى لهم إن شاء الله الاستمرارية. طيب اتكلمنا عن الصفقات، اتكلمنا عن الإصابات، لكن بالتحديد عايز اقفل ملف البطولة الأفريقية. هل النادي الأهلي محظوظ ان البطولة الأفريقية اتلعبت بسرعة بعد ما خسرت بطولتين ورا بعض، سواء نهائي امام الوداد نهائي امام الترجي، دخلت في بطولة سريعة جدا تقدر تعوض جمهور النادي الأهلي سريعا من خلال البطولة دي؟ يعني تقصد ما تخليش ايام الايام الزعل تبقى طويلة يعني يعني لو افترضنا ده، بس ما هو نفس جنبا الى جنب، لو كان الاهلي برضو خد نفسه والانتدابات دي جت ولعبت شويه في الدوري صح ولا لا؟ صح. على شويه ودي على كذا وماذا، كنت هتلاقي برضو افضليه. لكن طبعا هي الافيه اللطيف في كده ان انا ايه يعني جاءتك حتى تؤكد
تأكد لجماهيرك ولنفسك ان انت مش من سكان يعني الخسائر المتوالية يعني. وبالتالي ايام الاسى تمر او ايام يعني التوشح بملابس الحداد تنتهي سريعا يعني. ان شاء الله ان شاء يعني الله. هو ده اللي يخلينا ناخدها باللطف اللي انت قلته بالظبط يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطولة الهامة جدا جدا بالنسبة له واللي مفتقدها لاكثر من 5 مواسم وده عدد كبير بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي. نروح لملف اخر بطولة الدوري المصري. هل المنافسه لسه موجوده في ظل يعني المباريات المؤجله بالنسبه للنادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز فيها يعود للمنافسه مع فريقين جيدين جدا صراحه السنه دي سواء نادي الزمالك او فريق بيراميدز؟ لسه البطوله في الملعب من وجهه نظر حضرتك؟ شوف اول ما تقول الاهلي والزمالك يبقى البطوله في الملعب. كويس بصراحه شديده امقد بقى الكره المصريه هم كلاسيكو الكره المصريه والعربيه والافريقيه هم الديربي الاهم. اعتقد انه الديربي المصري معدود يمكن 9 أو 10 في العالم بالظبط. هو رقم فتره من الفترات كان رقم 10 على مستوى العالم اعتقد ممكن يكون تقدم او تاخر قليلا يعني يظل هو من اكبر الدربيات معدود يعني طبعا. ما انت بلدان قد ايه بتلعب كوره ولديها دربيات يعني صح. ومن ثم قدام الاهلي والزمالك لا تستطيع الا ان تؤكد ان الدوري في الملعب اذا كانت الجمله دي يعني حاصله فهي حاصله على مدار سنوات الدوري الكل بالزبط. او حتى سنوات لعب كره القدم في المحروسه منذ بدء فعاليات كره القدم. وبالتالي السؤال الجزء الاول منه الدوري في الملعب طبعا الدوري في الملعب. المنافسه شرسه شرسه جدا. الزمالك لديه فريق مكتمل العناصر، بيراميدز فريق غني فبالتالي جلب الكثير من الانتدابات فعلا. واشترى عقود نجوم سوبر جدا جدا جدا. انما في الاخر الحكايه في الاخر بقيتها لم يكتمل بعد. عودة الجمهور هتفرق كتير مع النادي الأهلي كويس كويس في مواجهة بيراميدز. ليه؟ لأنه أنت تتعامل مع الأفضل ولكن لا تتعامل مع أنك فريق جماهيري. الزمالك لديه ما لدى الأهلي بنسبة ماشي لكن لديه ما لدى الأهلي طبعا. نجوم من ناحية جمهور من ناحية أكيد. إذن أنا بقول ده ليه؟ علشان هذه التجربة الغنية بفريق تقديراته المالية عالية جدا 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 لكنه لا يملك نفس حظوظ الأهلي والزمالك في الجماهيرية. ده هيبان ازاي؟ هيبان بتوالي المباريات. كل ما المسابقة عارف لما تطلع على الطريق كده مصر اسكندرية كل ما تقرب من الماستر هتشوف حاجات، كل ما تبعد كمان هتشوف يعني العربيات فعلا. مين اللي هيقدر يواصل الطريق مش بس يوصل للنهاية لا وانت راكب كده تشعر انه دي سيارة فارهة والأخرى سيارة قد تكون لديها نفس المؤهلات ولكنها ليست بنفس الفراهة بتاعة أهل النجوم وفي نفس الوقت الجماهيرية. بطولة الأمم الأفريقية ممكن تساعد في عودة الجماهير بشكل قوي رغم للأسف اللي شفناه امبارح في مباراة الإسماعيلي والأفريقي حاجة ما كناش نتمناها إطلاقا. لكن شوف يعني ممكن البطولة ترجع الجماهير بطولة الأمم الأفريقية ترجع الجماهير الملاعب بشكل جيد زي ما كناش نتمنى نشوف المشهد ده. وزي ما لازم نقول لجماهير الإسماعيلي أن الإسماعيلي منذ فترة طويلة انهزم فنيا كثيرا فعلا. واداريا متراجع جدا عشان لو هم ناس بيحبوا بلدهم وبيحبوا كرة بلدهم الصغيرة إسماعيلية لازم يعرفوا انه مهما كان حجم الظلم ما كان يجب الخروج خاصة ان هناك شوائب. خلي بالك امبارح الطاقم كان كاميروني والمراقب كان جنوب افريقي. في الكرة في كده اقول لك في كده. انت تعطي الفرصة لمن امامك لكن هم اللي غلطين ولا احنا؟ احنا لانه ما كان يجب ان يحدث هذا المشهد بالمره وانت داخل على كاس امم وانت قدامك على فكره قصه التصويت لمصر ما انتهتش بالمناسبه والجمهور الاهلي ما انتهتش بمعنى ايه؟ طبعا هناك الكثير من الالتماسات قدمت من من لا يريد لهذا البلد المزيد من الامن والامان والاستقرار. عشان كده امبارح تعظيم سلام للامن المصري طبعا تعامل طبعا. بحنكه السنين كل ما طلبه الحكم وفره له فعلا. لو قال له اخلي المدرج كان اخلى المدرج. لو قال له كذا كذا طب خلينا 1-1 2-2 وبالتالي لماذا تترك قدرك في يد غيرك؟ افريقيا ب 16 صوت يعتبروا ببلاش. ليه؟ لان ليبيريا ما عندهاش خارجه غير جنوب افريقيا هي وناميبيا وبتسوان اعتقد على الخريطه وبالتالي هم شركاء ما فيش فايده يعني. نيجيريا اللي حاجه بتصوتها لانه الراجل اللي يملك الصوت عضو المكتب التنفيذي كان قد اكد والبطوله لسه الملاعب بتستعد في الكاميرا قال لك
كنت اتمنى انها تكون في مصر. هو الراجل بيقول مع اصحابه من سنه ونص يمكن بحسب معلوماتي يعني، ثم يفاجأ بسحبها من الكاميرون، ثم اعتذار الاشقاء المغاربه اللي اتقال في مصر والحمد لله كالعاده لو باصبع مغربي مش هندخل، مش صح. بقى انه يقولوا عايزينها لو اشاره باصبع مغربي. طيب. ثم جنوب افريقيا تدخل الحكايه، فانت تاخد ال 16 صوت او كامل التصويت. طيب. يبقى يسيبوك ازاي؟ لكن انت بقى هتديهم ادوات يا مواطن انهم يقولوا شايفين في ايه؟ ما تساعدهمش على كده. هنستفيد في الحديث عن بطوله الامم الافريقيه، لكن عايز اتكلم او انهي ملف بطوله الدوري الاول يا استاذ عصام، وعايز اعرف تقييمك للبطوله بشكل عام، بطوله الدوري. شوف ينقصها الجماهير بصراحه. حجم الانتدابات وحجم الطموحات وحجم المنافسات ازداد بشكل جميل جدا جدا. طبعا لما يبقى عندك طموحك في مصر الجديده اللي احنا شغالين على هذا الملف كله في مكانه من 2013 حتى الان، ملفات تنميه في الرياضه والصناعه والزراعه قدر المستطاع يا سيدي، عشان ما حدش يقول احنا بنقول وخلاص. فلما يبقى طموحك كره محترفه 100% في الاداره، يبقى ينقصنا زي ما قلنا فكرة الملعب الأخضر والجمهور يعود. صدقني الدوري ده سيعود للصدارة. عشان كده في ناس كتير ما بتحبش ده المصر. عشان تفضل هي فيرب إتر اللي هو فعل مساعد في اللغة الفرنسية. أيوة. عشان يفضل هو عامل فيها يعني إن هو يعني لا أنا بحاول معاك. تحاول معايا في إيه؟ إحنا مصر ياما مش حاولنا، ياما قدمنا وسنقدم وبنقدم حتى وإحنا في أعتى الأوقات لبناء جديد لمستقبل أفضل إن شاء الله. ومع شاء ذلك أعتقد إن احنا ينقصنا بس إن الجمهور يصدق نفسه ويخش يمين كده يلاقي نفسه في الاستادات جنبا إلى جنب مع مزيد زي ما قلنا من التطوير في قطاع الرياضة وكرة القدم هي أول مصنع يستحق هذا التغيير. لا أعتقد إن احنا رايحين على مساحة تانية خالص يستحقها الشباب مستقبل البلد دي. إن هينتج عنها مش جماهيرية للكرة وبس، والله هينتج عنها فرص عمل وسياحه كرويه. الملف جميل قوي يا امير، يحتاج اوقات طويله للحديث عنه. بالظبط، احنا عشان وقتنا بيداهمنا خلاص، لكن خليني اتكلم مع حضرتك مع على ملف سريعا وهو خاص بالتحكيم في الدوري المصري. بالتحديد عايز اتكلم عن الواقعه اللي حصلت النهارده في مباراه المقاولين والنجوم. المقاولين تقدم بهدف، هدف غير صحيح، لكن الحكم احتسب هذا الهدف، والحكم الخامس صدق على قرار الحكم الساحة، فبالتالي تم بعد ضغوط كبيرة جدا من قبل الإلغاء. جه من مين؟ أنا حاولت أعرف. ما هو أنا بقول لحضرتك أهو الإلغاء عشان أفي بمعادي يعني. الإلغاء هو كل اللي أنا فهمته أو عرفته يعني إن من خلال مكالمة تليفونية جت لأحد الحكم الإضافي، جت من احد جت لاحد الاعضاء للجهاز الفني بفريق النجوم ان الكره جت في ايد احمد علي وهو بيحرز الهدف، فبالتالي كان في ضغوط كبيره جدا على الحكم، ومفيش اصلا تقنيه فار في مصر احنا عارفين. الحكم رجع والغى هذا الهدف، هل ده قرار صحيح من وجهه نظرك؟ حتى لو الغاء الهدف ده شيء عادل، لكن الاعدل اعتقد هو تطبيق القانون، ان انت ما عندكش الفار، فطبيعي انت طالما احتسبت هدف يبقى اكيد خلاص. الا اذا تمام كان الخامس اللي هو اثنين بيقول بيبقوا الحكم الخامس بس اثنين، واحد عند الجون ده واحد عند الجون ده، هل هو الحنفي هيملك شجاعه يقول مين اللي قال له الغي؟ ما هي دي بقى دي ترجع له هو، لكن الحكم الخامس وافق على الهدف، قال الهدف مش حاجه. بيقول لك في ناس لو هي اللي قالت يبقى القانون طبق 100%. اولهم حكم الساحه، الاثنين المساعدين، ثم الخامس اللي هو جمعيه بنفرين ده، اول حكم الرابع حتى، الكل يملك انه يقول للحكم ثم ياخذ الحكم القرار اللي هو عايزه، حتى الفار على فكره، الاساس في الفار ان يذهب حكم الساحه. وعشان كده الراجل الجزائري العظيم لم يؤخذ بشأنه قرار باعتباره فاسد زي ما كانوا بيقولوا الإخوة يعني. ليه؟ لأنه في الآخر هو طبق القانون، هو يرى ما يراه في النهاية بعد كل ده. يعني غرف المشورة دي كلها حكم الساحة اللي هو الحنفي، أنا لا أشك في الحنفي، لكن قد يكون ما وصله خلاه يعود سريعا. واعتقد انه في القانون الحكم يملك الحكم. ما كانش سريعا يا استاذ عصام، المباراه توقفت 7-8 دقائق بالظبط. ما ده اللي انا بقوله لك، يعود سريعا، المهم انه ما لعبش مثلا 5 دقائق، دي اللي كانت هتبقى ام الفضائح يعني. يعني دي كانت هتبقى ام الفضائح انه يلعب ويستأنف اللعب، لكن طالما اللعب لم يستأنف لا زال القرار عند الحنف. لكن اتمنى الحنف الذي اثق فيه 100% انه يطلع يقول لنا كيف تم تعديل او الغاء قرار لجنه الحكام. هتسمح بكده؟ والله شوف لو هو كحكم يعي انه كلمة الله على الارض، هو قاضي وان العدل اساس الملك، وانه بيعلم اشبال
وكبار وصغار، وانه اولاده في البيت وسكان شارعهم والله ما بقول كلام انشا منتظرينه لان الحقيقه لا تدين الحقيقه، لانه اللعبه فعلا لمست يد. وانا الحقيقه زعلان قوي ان لاعب مهاجم يقعد 7-8 دقائق ولا يقر، كان دخل التاريخ. كابتن علي خليل عملها، ربنا يديله الصحه، بس في الاخر ما يلامش برضه يا استاذ. انا مش بلوم، انا بقول لك ضمن المنظومه يا اخي، اصل مش هيحصل حاجه يعني. لكن الاكثر دهشه ان هو كان بيصر، ومش عايز اقول انه بيحلف، والله ما لا يا اخي، لا لا تلام عندما تصمت وتترك الامر لهيئه قضايا الكره. ايضا وهو الاهم، يعني امتى لجنه الحكام هتورينا حاجه نشوفها صحيحه؟ في حكمه موقوفة بقالها سنتين عشان طلعت قالت كلمتين على الهواء لغوها خالص، بينما اللي طلعت وسكرين شوت وحاجات كده يعني ما حدش قادر يكلمها. أشياء كثيرة جدا مش بحجم عصام عبد الفتاح على فكرة. عصام عبد الفتاح لمن لا يعرفه شخص نظيف اليد، شخص محترم، وبالتالي لا أعرف لماذا يترك نفسه في هذا المنح. حتى في اختياره لطاقم التحكيم النهارده، يعني أنت رايح تجيب حكام من آسيا وكل النخبة الآسيوية في بطولة كأس آسيا لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يعني حاجة غريبة يعني. يا أخي أنت بتعمل كده ليه؟ يعني أنت بتعمل كده ليه؟ أنت زي ما في تدي فرصة للقيلة والقال، زي الماتش اللي جاب في الراجل الصربي، أنا قلت على الهوا بس والله بضحك، لأني قاعد تماما إن مفيش حد هيخالف ضميره بالسهل. أكيد أكيد. قلت له يا أخي أنت لو الراجل ده صاحبك لازم يتأكد إنك بتكرهه يا كابتن عصام، اللي هو الصربي ده، عارف ليه يا أمير؟ إنه لعب 22 ماتش في الدوري السعودي يا أخي. هات واحد غيره يا عم، يعني ليه بتحط لبس على الحكايه؟ انت جايب حكام وده بقى من بلد نحبها وتحبنا من طبعا. الامارات، لكن طبعا. كل النخبه يا كابتن عصام موجوده هيقول لك يا حبيبي القايمه طويله في الامارات، طبعا، لكن لما تجيب حكم مصري يا كابتن لازم يبقى نمره واحد او نمره اثنين في قايمه بلده، نمره ثلاثه لا يا امير، نمره ثلاثه لا يا امير، مصر يليق عليها رقم واحد ورقم اثنين. ايه الالتباس ده؟ لانه مفيش عضو مجلس اداره ابدا ينفع يظل رئيس لجنه، لابد من رئيس لجنه محترف، لابد من ان ناتي بطواقم اجنبيه من الرموز زي ما قلنا واحد او اثنين في قوائم بلدانهم للتحكيم، وخبراء يقعدوا هنا ست اشهر، حكايه تيجي يوم دي او اسبوع مش كفايه، ست اشهر تعليم ودراسه. تمام. انا اسف اني اطلت يعني. لا لا طبعا، خد راحتك يا استاذ عصام، انت نورتني وشرفتني النهارده، وانا بكون سعيد جدا لما حضرتك تكون متواجد معنا. انا اللي بشكرك، ويا رب نكون يعني ضيوف لا نحمل اي ثقل على جميع النادي الاهلي. ده مؤكد يا استاذ عصام، نورتنا وشرفتنا. طبعا كان معنا في الفقره الاولى من حلقه الاهلي الليله النهارده استاذ عصام شلتوت، مدير التحرير التنفيذي باليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في العديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه، ملفات كتير كمان اتكلمنا فيها. دي كانت فقرتنا الاولى، لسه فقراتنا ما خلصتش من حلقه النهارده، استنونا بعد قليل مع زميلي وصديقي العزيز عمر ربيع ياسين في الفقره الثانيه من حلقه النهارده، واللي هيستضيف فيها نجم نجوم النادي الاهلي السابق كابتن رضا الويشي في حوار اكيد هيكون مهم وممتع. استنونا بعد الفاصل.